تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء. تقدم الهيئة هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع. فهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا الأستاذ أيمن سرحيل. فنتمنى أن تقضوا معنا ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة المفيدة. مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة، نأخذكم في جولة إخبارية على أهم ما طلعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. نبدأ حلقتنا اليوم بهذا الخبر الذي يقول: صحة دبي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص بثمانية اتفاقيات. أجرت هيئة الصحة بدبي عملية تحول نوعية في علاقتها الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص، وتوجهت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة تستهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع وتمكين جمهور المتعاملين من الحصول على أفضل الخدمات المعتمدة على أحدث التقنيات والممارسات الطبية، وذلك من خلال ثمانية اتفاقيات أبرمتها الهيئة أمس مع أكبر المستشفيات الخاصة لتعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي ممثلا في مستشفى راشد والقطاع الخاص بما يصب في مصلحة المرضى والمجتمع بوجه عام. وقع الاتفاقيات معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومسؤولو المستشفيات، بحضور الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة عليا المزروعي المدير التنفيذي لمستشفى راشد، ورؤساء الأقسام بالمستشفى وعدد من الأطباء والمختصين. شملت قائمة الشركاء الاستراتيجيين للهيئة مستشفيات سليمان الحبيب والسعودي الألماني والإيراني وبرايم والدولي الحديث وميدكير والزهرة وإستر، وهم يمثلون نخب المستشفيات الراقية في دبي. وفي هذا الإطار قال معالي حميد القطامي إن الهيئة استحدثت اليوم نموذجا استثنائيا للشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، يقوم على تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الابتكار والإبداع وتقديم خدمات نوعية عالية الجودة، مؤكدا أن حزمة الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة وحلقة من سلسلة ممتدة نحو المزيد من الشراكات بما يزيد من القدرات التنافسية لإمارة دبي على صعيد القطاع الصحي. من جهتها قالت الدكتورة عليا المزروعي المدير التنفيذي لمستشفى راشد إن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستتيح استفادة المستشفيات الخاصة من إمكانيات مستشفى راشد والعكس، وخاصة فيما يتعلق بالأقسام الطبية الحيوية والتي يتميز بها كل مستشفى، وهذا ما سيوفر خدمات طبية متنوعة للجمهور جمهور المراجعين طبعا، حيث سيكون بإمكان المستشفيات تحويل المرضى فيما بينهم لتحقيق الاستفادة القصوى لكل مريض من مجمل الرعاية المتوفرة في المستشفيات. إذن بهذا الخبر يعني نلاحظ معاكم أعزائي المستمعين التوجه الذي تسعى له إمارة دبي من خلال تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتقديم هذه الرعاية بأفضل الطرق وأفضل السبل التي يمكن من خلالها في النهاية تحقيق الفائدة الكبرى لجمهور المتعاملين. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
سواء مستشفى راشد أو جميع المستشفيات الخاصة. في خبر ثاني يقول دراسة الهواتف المحمولة غير مسرطنة. نفت دراسة جديدة أعدها فريق علماء من استراليا الفرضية القائلة أن استخدام الهواتف المحمولة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الدماغ. وتناولت الدراسة التي أعدها العلماء من جامعة سيدني الأسترالية 19,858 حالة إصابة بسرطان الدماغ مسجلة في البلاد منذ توفر خدمة الاتصال عبر الهاتف المحمولة أي منذ عام 1987 وحتى 2014. واتضح أن مستوى الإصابة بسرطان الدماغ ظل مستقرا طوال 30 سنة شملتها الدراسة. ورصد العلماء زيادة ملحوظة في انتشار مرض سرطان الدماغ بين مسنين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، لكن هذا الارتفاع بدأ منذ عام 82 أي قبل انتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع. ويعود ارتفاع كهذا وفقا للعلماء إلى تحسين تقنيات تشخيص المرض وبالتحديد إدخال تقنية التصوير المقطعي المحوسب وتقنية التصوير الرنين المغناطيسي، وهو الأمر الذي زاد من إمكانية تشخيص السرطان. طبعا يعني عادة الواحد يبعد عن الشر ويغني له، حاولوا قدر الإمكان تبتعدون عن الإلكترونيات، لأن ما أعتقد أنه بغض النظر عن هذه الدراسة لكن ما أعتقد أنه ممكن يفيدكم يعني. فالواحد يحاول قدر الإمكان أنه يبعد، يحاول أن يتكلم من خلال السماعة بعد أفضل. ما أدري براحتكم يعني، هم يقولوا ما سجلوا حالات، أنا أقول لكم ابتعدوا، معني مش طبيب بس في مثل عند إخواننا المصريين يسمونه شوال الفحم، هذا أبعد عنه. ليش؟ لأنك إذا شليته بيخيسك زين، وإذا مريت حذاله بعد بيك شيء منه. فنفس الشيء التلفون قدر الإمكان حاولوا تقللون من وجوده حواليكم. عموما البنسلين السبب الأكثر شيوعا للإصابة بحساسية الدواء. يعاني بعض الأشخاص من ردود أفعال تحسسية تجاه أدوية معينة، والسبب الأكثر شيوعا للإصابة بحساسية الدواء هو البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى المماثلة للبنسلين. ومن الأدوية التي تسبب ردود فعل تحسسية لا تتضمن أجساما مضادة من نوع الاي جي اي او ادويه السلفا الباربيتورات، مضادات الاختلاج، الاسبرين، الماده الصبغيه المتباينه وغيرها كثير من العقاقير. طبعا عندما يدخل الدواء الجسم يؤدي لحدوث استجابة أو رد فعل غير مرغوب فيه من قبل الجهاز المناعي، الأمر الذي يؤدي لتكون أجسام مضادة معينة من نوع الاي جي اي، وهي عبارة عن بروتينات تفرز بواسطة الجهاز المناعي لمحاربة الدواء، وهي العملية التي يطلق عليها اسم التحسس. وعند تناول الدواء مرة أخرى تبدأ أجسام الاي جي اي المضادة في العمل، حيث تقوم بإفراز كمية كبيرة من الهيستامين في محاولة لطرد الدواء خارج الجسم. ووفقا لإدارة الصيدلة في صحة دبي، تتراوح أعراض الحساسية بين أعراض خفيفة ومزعجة لأعراض قد تهدد حياة المريض. وعلى الرغم من أن الكثير من الأدوية من الممكن أن تسبب عدم الشعور بالراحة أو الإزعاج مثل الأدوية التي تسبب اضطرابات المعدة، فإن خلال رد الفعل التحسسي يقوم الجسم بإفراز مادة كيميائية تعرف بالهستامين، ويمكن للهستامين أن يتسبب في حدوث مجموعة متنوعة من الأعراض والتي تشمل الطفح الجلدي، حكة في الجلد والعين، احتقان وتورم في الفم والحلق. بينما أعراض ردود الفعل التحسسية الأكثر حدة تشمل صعوبة في التنفس، ازرقاق الجلد، الدوخة، وحدوث تغيرات في النبض. طيب كيف يتم تشخيص حساسية الدواء؟ يتم تشخيص من قبل، طبعا أنا عندي ضيوف ترى في الاستوديو فلا تستغربون الكحة، بخبركم من ضيوفي بعد الفاصل. عموما يتم تشخيص حساسية الدواء من قبل الطبيب عن طريق استعراض دقيق للتاريخ الطبي للمريض والأعراض التي يعاني منها. إذا شك الطبيب في وجود حساسية ضد أحد المضادات الحيوية مثل البنسلين، طبعا الطبيب يقوم باختبار جلدي للتأكد من الإصابة بالحساسية، ومع ذلك فإن اختبار جلدي مو متاح لجميع الأدوية، في بعض الأحيان قد يكون خطير. كيف يتم علاج الحساسية؟
طبعا هذا الشاغل الرئيسي عند علاج الحساسية، الدواء هو تخفيف الأعراض والحد منها، وتجرى إشارة إلى أن الأعراض الشائعة مثل الطفح والحكة يمكن السيطرة عليها من خلال تناول مضادات الهستامين وفي بعض الأحيان أدوية الكورتيكوستيرويد، ما أدري إذا قلتها صح، فيما يتعلق بالسعال واحتقان الرئة. ويمكن أن يصف الطبيب أدوية موسع للقصبات والشعب الهوائية. بالنسبة للحالات الأكثر خطورة، ردود الفعل التحسسية المهددة للحياة مثل صعوبة التنفس أو فقدان الوعي، يعني قدر الإمكان نحاول نخلي جسمنا يتعود أنه يقاوم بروحه. يعني أحيانا ما نستعين بالمضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب إذا هو وصف لنا إياه، ما حد يجتهد من عنده ويروح ياخذ على كيفه، لأن من صيدلية الوالدة ما في داعي. فعموما أنت كنت تسمعون حد يكح، حد شسمه، نحن عندنا مجموعة من الضيوف ما نفتح معاهم ملف، يعني من الملفات اللي نحتاج الوقوف عنده هو ملف التمريض، وهذا بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض. لكن خلونا نوقف مع هذا الفاصل التوعوي، وبعدها ما نرجع لضيوفنا بعرفكم عليهم واحد واحد. نماذج جميلة موجودة عندنا في الهيئة، خلونا نتعرف عليها، نماذج إماراتية جميلة أنا افتخر فيهم وأعتقد أنتم كذلك. فنسمع الفاصل التوعوي، بعدها ما نطلع مع فاصل تجاري، ومن بعدها ما نرجع لكم. سعيد بيقول أنه ما بيقدر يصحى الصبح إذا ما شرب قهوة، بس شو رأيك يا سعيد تستبدل القهوة بالمي؟ كوبين من المي لما بتصحى كل يوم الصبح بيساعدوا على تنشيط الدورة الدموية. المي بتشكل 50-70% من جسمك، منها 80% بالدم و60% من العضلات و75% من الدماغ. وحاجتنا اليومية من المي هي تقريباً 30 مللتر لكل كيلوغرام، يعني إذا وزن سعيد 70 كيلوغرام بيكون بحاجة ل 2.1 لتر من المي يومياً ليشتغل جسمه بشكل صحيح. ممكن نزيد من فوائد المي إذا بنعملها مثل ساعة مائية للجسم، يعني كوب واحد من المي قبل وجبة الطعام بنصف ساعة بيساعد على الهضم، وكوب واحد من المي قبل الاستحمام بيساعد على خفض ضغط الدم، وكوب واحد من المي قبل النوم بيقلل الخطر بالإصابة بالسكتة القلبية. بكل الأحوال شرب المي على معدة فاضية بيساعد بعلاج كتير أمراض مثل الصداع، التهاب المفاصل، أوجاع العضل، وعدم انتظام نبضات القلب، وأمراض الكبد وغيرها كتير. وبيساعدك كمان على حرق الدهون الزايدة. وما تنسوا 30 مللتر من المي لكل كيلو من وزنكم، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا مستمعينا 12/5 هو يصادف اليوم العالمي للتمريض. طبعا لا يمكن أن تكتمل الخدمات الطبية بدون التمريض، لأن الخدمات التمريضية تحتاج إلى مهارات شاقة وسليمة وصحيحة لمساعدة المرضى. اليوم العالمي للتمريض يهدف إلى تزويد الممرضين بالمعرفة اللازمة لخلق أفضل دور وتنمية لمهاراتهم المهنية، وكذلك تحسين صورة التمريض في المجتمع وإبراز دور الممرضين في الخدمات التمريضية الآمنة. اليوم نحن ارتئينا أن من خلال ملفنا الطبي لهذا الأسبوع نفتح هذا الملف بكل ما فيه. فرحبوا معي حقيقة بضيوفي في الاستوديو، أنا الأستاذ فؤاد حسين شهاب مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي، رئيس ملتقى إدارات التمريض بهيئة الصحة بدبي، والأخت نورة محمد مشرف تمريض بمستشفى دبي، نعيمة رجب مشرف التمريض بمستشفى راشد، وخديجة السليمي مشرف تمريض بمستشفى
لطيفة. صباحكم الله بالخير. صباحك بالخير. صباحك الله بالنور. طبعا اليوم أنا وايد سعيد بهذا الموضوع لأنه موضوع كنت أبغي أطرحه من فترة طويلة بهذا التفصيل، فصادف أن قدرنا يعني نستضيف هذه النماذج الجميلة في هيئة الصحة بدبي اللي حقيقة نسميكم نحن ملائكة الرحمة إن صح التعبير، يعني ملائكة الرحمة البشرية. يعني فما نفتح هذا الموضوع ما اتطرق للعديد من التفاصيل في قضية التمريض، لكن في البداية خلونا نتكلم عن فكرة عامة عن أهمية ودور التمريض في أي منظومة صحية، ونبدأ معك صفوات. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الدعوة الكريمة وتسليط الضوء على أحد أهم قطاعات الصحة في العالم وهو قطاع التمريض، وأيضا ننتهز الفرصة لتهنئة جميع الممرضين والممرضات في هيئة الصحة بدبي وفي دولة الإمارات العربية الحبيبة بل وفي العالم أجمع بالتهنئة بيوم التمريض العالمي والذي يصادف يوم 12/5. كما ذكر الأخ محمود أن التمريض يعتبر العمود الفقري في أي من المرافق الصحية، ولا يمكن لأي منشأة صحية أن تكتمل بدون وجود تخصص تمريضي قادر على التعامل مع المرضى على مدار الساعة وتخفيف آلامهم دون كد أو ملل. لو ألقينا الضوء أكثر على قطاع التمريض أو طاقم التمريض في هيئة الصحة بدبي، فحاليا أن العدد الإجمالي للتمريض في مستشفيات هيئة الصحة يبلغ حتى نهاية مارس 2016 4874 ممرض وممرضة، يعني يقارب 50% من إجمالي الموظفين. 4874 ممرض وممرضة حتى نهاية مارس 2016. لو حاولنا نقارن العدد الحالي بالسنوات السابقة، خلينا نذكر بعض الأرقام. نهاية عام 2013 كان عندنا 3982، نهاية 2014 4276، نهاية 2015 4766، وفي الربع الأول من 2016 وصلنا 4874، وقريبا إن شاء الله العدد حيتعدى 5000. إذا نرى بشكل عام أن التمريض في هيئة الصحة هي بيئة جاذبة للعاملين في هذا القطاع الهام، وتتراوح نسبة التعيينات السنوية في هيئة الصحة من التمريض من 15 إلى 20%، أي ما يقارب من 500 إلى 800 ممرض وممرضة سنويا يتم تعيينهم في هيئة الصحة. جميل. في تحديات دائما ما تواجه العاملين في مهنة التمريض، بتكلم عن هذه التحديات معكم. خلونا أبلش مع أختي نعيمة، قولي لي شو التحديات اللي تواجهونها؟ حياك الله أخوي. السؤال نفسه تحدي يعتبر. ليش؟ لأن التحديات كثيرة، بس راح أركز على أهم ثلاث تحديات اللي قاعدين نواجهها. بداية نقص في الكادر التمريض، وهذا تحدي مو بس عندنا بالدولة، هو تحدي على مستوى العالم، ولكن الحمد لله إن إحنا بالدولة وبهيئة الصحة عندنا في دبي عندنا خطط فعالة لتفادي هذا التحدي، وشغالين على جعل بيئة العمل بيئة جاذبة لمهنة التمريض وغير طاردة لمهنة التمريض. من الناحية المحلية في عندنا نقص بالوعي بأهمية مهنة التمريض، المهنة هذه اللي تعتبر منها نبيلة، وإعراض المواطنين بالالتحاق ببرامج التمريض بالدولة. وهالشيء يعني يشكل تحدي كبير، وعندنا مؤشرات كثيرة إيجابية تبشر بتغيير هذا الوضع وهذا المفهوم. التحدي الثالث الظروف الاجتماعية المحيطة بالمهنة، ومن أهم تفاصيلها المناوبات المسائية والليلية، المناوبات أثناء عطلة نهاية الأسبوع أو أيام العطلات الرسمية، وهالشيء يعني يشكل تحدي كبير ويتطلب تعاون ومرونة لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمواطنات. جميل. طيب هذه التحديات، في أيضا حوافز وجهود تقوم بها هيئة الصحة في دبي لجذب وتشجيع المواطنين والمواطنات للالتحاق بهذه المهنة؟ وما أدري أصلا في عندنا مواطن في الهيئة يعمل بالتمريض؟ ما شاء الله فيه.
في مواطنين عندنا شباب؟ لا لا شباب معنا بس بنات. اي اغلب بنات. شباب وينكم يعني؟ اي وينكم؟ عموما خلونا نشوف بالنسبه لي المواطنات اللي انتم موجودين هنا. طبعا انا ابغى اعرف هذا السؤال حق نوره وخديجه، شو اللي شجعكم انكم انتم تلتحقون بهذه المهنه، والهيئه شو قدمت لكم في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسبب وجود حوافز ومميزات في هيئة الصحة، طبعا هذه الحوافز والجهود طبعا لم تأتي من يوم وليلة، وإنما هي ثمرة جهود من سنوات متتالية عن طريق وضع استراتيجية صحيحة وجهود قوية وروح عمل متكاملة، وذلك لجعل مهنة التمريض مهنة جاذبة للكوادر المواطنة. فلو ما نتكلم عن الحوافز، هي طبعا تعين على الدرجة 11 للممرضة المواطنة والإماراتية عند التخرج طبعا مباشرة. عادة الخريج في الدوائر الحكومية الثانية يتعين على الدرجة 10 أعتقد. أي عادة على الدرجة 10، فأنتوا تتعينوا على 11، هذا حافز جميل. وطبعا وجود مسار وظيفي سريع يضمن التطور وتولي المناصب القيادية خلال فترة بسيطة. جميل جميل. وكذلك طبعا وجود برامج تطوير مستمرة، منها طبعا مثلا برنامج تطوير كفاءات التمريض القيادية بهيئة الصحة بدبي، برنامج القادة بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية الإمارات للتمريض. وكذلك أن عدد كبير من الممرضات المواطنات دخلوا كثير من الجامعات مثل جامعة برادفورد البريطانية، جامعة حمدان، طبعا تخرجوا أهلهم طبعا للعمل والرقي بالمهنة المستويات العالمية. جميل. نورة خديجة زي ما علي أنت نورة خديجة. هي أستاذة خديجة. نعم. زي طيب أنا خديجة بتكلم عن تجربتك أنت الشخصية، هذه التجربة كيف ممكن تقيمينها؟ أول شيء شو اللي خلاك تدشين؟ شو أدخل إيه؟ شو اللي دخلني التمريض؟ أولاً أقول لك تجربتي، مثلاً بعد الثانوية العامة كان مجال مفتوح إني أدخل لكذا تخصصات، بس حسيت إن التمريض يعني مهنة إنسانية بحت. وأنا من صغري يعني أحب مساعدة الناس، وأحب يعني أتطرق، عندي فضول في شغل المستشفى ما أدري ليش. أحب السرنجات، أحب الأشياء اللي فعلا كانت أشياء فعلا تجذبني. فالحقيقة الأمر يعني بعد الثانوية العامة التحقت بمعهد التمريض، درست في دبلوم العام للتمريض، ومن بعدها طبعا أذكر من بعد سنة ثالثة دخلنا مجال المستشفى واحتكينا بالمرضى، وكان الوضع جدا ممتع. هو كان متعب في البداية، يعني الدراسة يعني اللي يفكر مثل دراسة التمريض إنه موضوع سهل، بس هو مو بسهل. يعني دراسة التمريض يبالها فعلا مجهود وتركيز، لأن تتعامل أنت في الآخر مع بني آدم، مع إنسان، مش مع ورق، حياة إنسان. نعم. صحيح. هي مهنة مليئة بالتحديات، يعني أنا أقول لك عن خبرة 13 سنة ما شاء الله. مهنة مش سهلة ولكن مليئة بالتحديات، ولكن الشاهد في الأمر أن الإنسان لازم يكون يحب المهنة من داخله. الموضوع مش موضوع أن أنا أقضي 8 ساعات أو 10 ساعات دوام وأطلع، لا، أنت تساعد مرضى تأخذ فيه الأجر من عند رب العالمين قبل كل شيء. والضمير يكون طبعا شيء أساسي في هالمهنة. جميل جدا. طيب نحن نتواصل معاكم، نكمل معاكم الحوار الشيق هذا، ومناخذ بعد وايد مواضيع كثيرة في هذا المجال، يمكن أن نتطرق شوية كذلك يعني بعيد عن الأمور الخاصة بالهيئة بشكل كبير، على كثر ما أبغى أتطرق للأمور الإنسانية الحياتية الاجتماعية في هذا اللقاء، لأن بأمانة أبغى أخرج في نهاية هذه الحلقة بصورة عامة عن مهنة التمريض. أبغي الفكرة اللي موجودة عند معظم الناس تتغير حول هذه المهنة. أبغي إن شاء الله يا رب يعني نوصل إلى نتيجة جميلة بعد نهاية هذه الحلقة، إنه ممكن بشكل أو بآخر يعني نحصل إقبال كبير على هذا المجال. خلونا نوقف مع فاصل وبعدها ما نرجع لكم مستمعينا. صح
صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل مستمعينا توقفنا عند الحديث عن اليوم العالمي للتمريض، ونفتح هذا الملف ملف التمريض من خلال هذه الحلقة. ضيوفي في البرنامج أستاذ فؤاد حسين شهاب مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي، الأخت نورة محمد مشرف تمريض بمستشفى دبي، نعيمة رجب مشرف تمريض بمستشفى راشد، وخديجة السليمي مشرف تمريض بمستشفى لطيفة. طبعا الاحتفال باليوم العالمي للتمريض هو شهادة شكر وتقدير بسيطة من العالم إلى العاملين في هذا المجال، إلى الممرضين، إلى التمريض، نظير ما يقدمونه من جهد وسهر واهتمام وعناية بالمرضى. يعني في كثير من المهن تفتقد وقوف العالم بأكمله للاحتفال بها، لذلك يعني في هذا اليوم نحن نقول فليفخر كل ممرض بهذه الميزة الجميلة، وهي أن كل العالم يقفون احتراما وتقديرا لهذه المهنة الجليلة حقيقة في جميع معانيها. نرجع للحديث عن مهنة التمريض في هيئة الصحة في دبي. أستاذ فؤاد، يعني أنت ذكرت لنا بعض الأرقام في بداية الحلقة، يعني الطموح أن نصل إلى 5000 ممرض عندنا في هيئة الصحة، وهو رقم يعني تقريبا أكثر من 40% من الكادر الوظيفي في الهيئة هم من الممرضين. الآن يا ترى كيف يمكن لنا أن نرى مستقبل التمريض في هيئة الصحة بدبي في ظل الأرقام والمؤشرات اللي طرحتها؟ نعم، نرى من الأرقام والمؤشرات أن البيئة العامة في هيئة الصحة بدبي بيئة جاذبة. لا شك أنه مثل أي مؤسسة في استقالات معينة، لكن الرقم ليس مخيف أبدا. في ظروف من بعض الناس تضطر أنه تترك العمل، ترجع على بلدها، ترجع على هجرة لبلد معين، لكن في هيئة الصحة في دبي هني اسمح لي بقاطعك شوي، بس لأن ذكرت موضوع بعد أبغي أشرح لك. الآن في فترة من الفترات دائما ما نلاحظ أن في هانتينج يسمونه، في هيد هانتينج للكوادر الوظيفية، وخاصة اللي موجودين في هيئة الصحة. يمكن لأن الهيئة الستاندر مالها وايد عالي، فما أدري بالنسبة للتمريض شو اللي يصير معاكم في هذا المجال، وأيضا يعني في فترة أنت ذكرت في ما بين 2013 أو 2014 العدد شوية نزل بعدين رد ارتفع مرة ثانية. نعم، لو أخذنا كانت تذكر على معدل الاستقالات بشكل عام. أيه. معدل الاستقالات بكل هيئة الصحة هو من 5-6% من مجمل العدد الإجمالي، يعني بتحكي 250. أيه. رقم مقبول. لو قارنا بالنسب العالمية تتراوح ما بين 10-18% نسبة الاستقالات. صح. احنا عندنا 5% في معدل الاستقالات السنوية. صحيح. هذا العدد نتكلم عن 200-250 ممرضة من كل الهيئة الصحة. صح. لذا في أن الخطة التوظيف اللي حاطينها، إذا ذكرت أنه منوظف كل سنة من 500-800، هذول بيعوضوا الاستقالات، زائد بيكونوا بغطوا الخدمات الإضافية لتوسعات أو خدمات. صحيح. جديدة مستحدثة في الهيئة. صحيح. مثل ما ذكرت الهيد هانتك والمستشفيات اللي عم تفتح حوالينا وبيعطوا إغراءات أكثر. طبعا في بعض الناس طلعوا من هيئة الصحة، مجرد يكون الموظف أو الممرض اشتغل فترة في هيئة الصحة، قدم السي في في أي مكان محليا في دولة الإمارات، بيأخذوه بدون مقابلة. يعني احنا محليا مو مشكلة، ممكن بيضيف للقطاع الصحي في الدولة، لكن نعم. سمعت ان عالميا قاعدين يطلبونه. نعم. قاعد يصير هانتينج بالفعل. بالفعل كان في بعض المؤسسات تيجي لدبي مجرد انه يسمع الموظف اشتغل بهيئة الصحة، فكان جذب او كان ياخذوا اعداد معينة منهم، يغروهم بالجنسية، يغروهم بالراتب. صحيح. يغروهم بشيء معين يطلعوا. صحيح. صحيح. لكن هل في عندنا استراتيجيات انه نحاول نتفادى هاي الامور؟ ان شاء الله هاي 5-6% اللي هي عدد قليل جدا، احنا مش راضيين عن العدد، حتى عم نعمل عندنا استراتيجيات كثيرة حتى نحاول نقلل منه قدر الامكان.
إذا ممكن في عجالة أذكر بعض الأمور. السنة الماضية عشان نفتح المجال بعد للخوات ما نأخذ تجاربهم الشخصية كذلك. بس بهيئة الصحة السنة الماضية رقم يذكر تم ترقية 1000 ممرض وممرضة في العام السابع عام 2015 ما بين ترقيات مالية وترقيات على درجات أعلى وتعديل الأوضاع. ما يقارب 1000 ممرض وممرضة من هيئة الصحة تم ترقيتهم السنة الماضية. رقم مش بسيط. صحيح. تم ترقية جميع الممرضات الإماراتيات. نتكلم على جذب الممرضات الإماراتيات للمهنة. تم ترقية جميع الممرضات الإماراتيات في العام السابع عام 2015. تم تحديث الوصف الوظيفي والكفاءات السلوكية بفترة الفترة السابقة. وتم تقديم مقترح لتعديل المسار الوظيفي وسلم الرواتب حتى كمان نكون المنافسة أفضل. عملنا برنامج محفز جدا في هيئة الصحة كان تدريب الكوادر الممرضين والممرضات من خلال برنامج تأهيل القادة. 300 ممرض وممرضة خلال عام 2015 مروا بخلال هالبرنامج وأخذوا شهادات معتمدة 40 ساعة معتمدة لمناصب قيادية. زين نعيمة يعني تجربتك في دخول عالم التمريض وأيضا أنت من الكوادر اللي كملتي أظني في دراسات عليا في هذا المجال. خبريني عن هذه التجربة ويعني شو هي المجالات الخدمات الصحية اللي أنت دخلتي فيها؟ بالنسبة لتجربتي أن صرت بمرحلة أن أقدر أكون في مجال تخصصي أكثر، لأن مع التخصصات الواحد محتاج لخبرة بالإضافة إلى العلم اللي صاحب التخصص الشخص اللي مناسب للمجال اللي هو فيه. فالحمد لله من ناحية الدراسات العليا سويت دراسات عليا في إدارة الصحة العالمية مع جامعة برادفورد، وتم ترقيتي بحيث أني أصبحت مشرفة تمريض في إدارة تمريض مستشفى راشد، وحاليا مسؤولة عن الممرضات التخصصيات، بمعنى أن الممرضات في الأماكن التخصصية مثل عندنا الإصابات التروما، جراحة الأعصاب، جراحة العامة، وفي بالتحديد تخصص البرياتريك سيرجري، وفي عندنا بعد ممرضات اللي في التحكم بالعدوى الانفكشن كنترول. فها من أكثر الأشياء الإيجابية من خلال مهنتي. الشغلة الثانية اللي أحب أقولها من خلال التجربة أن تجربة التمريض تجربة جميلة، جميلة بمعنى الكلمة، ومؤلمة في نفس الوقت. مؤلمة كيف؟ من ناحية التحديات اللي ذكرناها قبل، بس مع العلم أن الحين صار في تحكم بالتحديات وصارت تقل أكثر عن قبل، وفي عندنا مؤشرات إيجابية أكثر. وجميلة من ناحية الإنجازات اللي الواحد يقدر يحققها من خلال مهنة التمريض، واللي تخليه فخور إنه ممرض، وبالتحديد ممرض إماراتي، يكون ممرضة إماراتية، لأن هالشيء يعطيه فرصة إنه يمثل الدولة في المحافل المحلية والدولية، وهذا من أجمل الشغلات في التمريض. جميل. هني نورة نعيمة ذكرت شغلة وايد مهمة، أن الواحد يكون فخور بهذه المهنة. أيضا من بين الحديث في قبل الفاصل كانت تتكلم عن بعض التحديات اللي تواجهكم وهي الدوامات ما بين الشفتات وكذا. فأرجع أتكلم عن الوضع الأسري. أوش أنت ما شاء الله كم عندك عيال؟ بنتين ما شاء الله، الله يحفظهم. الآن بنتين في البيت ومسؤولية، وما أعتقد يعني هم بعدهم في طور أن يعني انتباهت الصغيرة مبين أن كم أعمارهم ما شاء الله؟ 5 سنوات؟ خمس وثلاث سنوات. فهم في الوضع اللي يحتاجون فيه الرعاية الكاملة، وأيضا أنت تداومين في المستشفى أكيد بنظام المناوبات، فعندكم وايد أشياء تصير معاكم في هذا المجال. أبغي أتكلم عن الجانب الأسري، كيف قادرين توفقون ما بين الجانب الأسري وطبيعة العمل كممرض؟ طبعا وايد صعب أخوية. ممكن تقول قبل الزواج شوية يعني هين ممكن تشتغل في مناوبات الليلية الظهر الصبح وغيرهم، لكن بعد الزواج وجود الزوج والأطفال
بالنسبة لي صراحة كانت وايد صعبة، يعني معظم الأيام أنا كنت أخلي عيالي مع الخدامة بس عسب أني أسير دوام الظهر أو الليل، هاي أول شيء. بس الحمد لله قدرت أتخطى هالتحديات بمساندة من الزوج والأهل والهيئة نفسها. طبعا أنا حاليا الحين مشرف تمريض، فدوامي هو كله صباحي الحمد لله والشكر. عندي طبعا أستلم أقسام حيوية وحساسة، رعاية الخدج، أطفال رعاية الخدج، عندي أقسام العزل، عندي أقسام أطفال باطني اللي يبالها تركيز أيضا وعمل ومجهود ذهني وبدني على طول الحمد جميل. لله جميل. خديجة أنت خبرين عن تجربتك، أنت كم ما شاء الله عندك؟ أربعة. عندي أربعة. قلتي لي أربعة قبل الفاصل. خبريني عن هاي التجربة. طبعاً 13 سنة في الحياة تي صح؟ هي 13 سنة ما شاء الله. طبعاً لما تكون أنت كمبتدئة مو مرضى مبتدئة، شيء طبيعي أنك تدخل في موضوع المناوبات، لأن طبعاً ممكن يكون طبيعة الشغل مثلاً الصبح غير عن الظهر غير عن بالليل. مثل ما قالت نورة، يمكن الفترة الأولية هي الوحدة فينا قبل الزواج يمكن يكون الوضع جدا سهل، بس بعد الزواج شوي الأمور تختلف نوعا ما، ويصير في مسؤوليات زيادة عندك في البيت وعيال وكذا. بس هو في مرونة في العمل، يعني كنا ممرضات إماراتيات تم يعني وضعنا في عين الاعتبار من قبل إدارات التمريض، فعطونا يدلعونكم يعني؟ مش تدليع لكن وضع لكن مختلف عن الباقيين. تعطونا مرونة. لا في مرونة، أنا قلتها مرونة في العمل، فتم تقديرنا من هالناحية يعني يشهد لهم هالدور. طبعا لأن هي المهنة بحد ذاتها تعتمد على المناوبات، الوحدة فينا لازم تحط في بالها أن الشغل لازم يتم على أكمل وجه بغض النظر عن شو ما كان. ومثل ما قالت الأخت نورة، هي يعني نورة تحدثت عن 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 دور الزوج في دعم في دعمها في في استكمال مشواره في هذا المجال. من ناحية التوافق الأسري لازم يكون في اتفاق بين الزوجين. يعني طبيعة عملي أنا إذا مثلا استدعوني في الدوام في أي وقت لازم يكون في يعني تفهم من ناحية الزوج أيضا، يعني كوني أنا أم وراعي الأربع أطفال هالشيء طبعا لازم يكون مشترك، المسؤولية مشتركة في الآخر. هني أنا بغي يعني البارحة كنت مستضيف الدكتورة منى تهلك بعد انتخابها كرئيسة لاتحاد المستشفيات العالمي، وتحدث عن هذا المجال، وذكرت كذلك أن هي تقوم بتدريس أطفالها يوميا. هذه الساعة يعني ما تخليها، لازم تقعد ما دام هي موجودة في البلد، تقوم بتدريس أطفالها يوميا رغم كل المسؤوليات اللي موجودة عندها. أنا أبغى أتوجه حقيقة برسالة مهمة جدا، أن اللي يعملون في الكادر الصحي أو الطبي خاصة النساء أو المرأة العاملة في هذا القطاع، يجب أن يكون هنالك حقيقة دعم كبير من الأسرة، من الزوج، من الأب، من الأم، تفهم لطبيعة هذا العمل، لأن الرسالة اللي يؤديها الذي يعمل في هذا القطاع هي رسالة إنسانية سامية. يعني ما تتخيل كمية الأجر اللي ممكن واحد يحصله، بغض النظر عن أن هذا مسار وظيفي، لازم يكون عنده شغف أصلا اللي يعمل في هذا المجال. أنا هذا اللي شفته في معظم العاملين كأطباء وأيضا في سلك التمريض، ومعظم الناجحين في هذا المجال كانوا يذكرون أن هنالك دعم من الأسرة في 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 هذا القطاع بالتحديد، بغض النظر عن القطاعات الأخرى. طبعا دعم الأسرة يكون في كل شيء، لكن هذا القطاع بالتحديد الدعم كبير يكون من قبل الأسرة. يعني أنا موصلني المخرج أني أنا أخلص البرنامج على التايم، الحديث في هذا المجال وايد كبير، فعلى أساس أني ما أتعدى الوقت اللي مسموح لي بفتح المجال، بعطي كل شخص فيكم ما بين 30 إلى 40 دقيقة 40 ثانية إنزين يوجه كلمة أخيرة في هذا المجال. ما أدري نبتدي بالأستاذ فؤاد وناخذ من اليمين لليسار، شو رأيكم؟ طيب تفضل. رسالتي إلى الجميع، التمريض مهنة إنسانية، مهنة مشجعة جدا. الآية القرآنية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، عملك مع المريض ممكن يخفف آلام مريض، ممكن ينقذ حياة مريض. انضموا إلينا
وشكرا لكم. تفضلي. الكلمة اللي حب أوجهها بداية كلمة شكر للأهل وللأسر، بالذات أهالي وأسر الممرضين والممرضات بالدولة، لأن فعلا مثل ما تفضلت أستاذ أن الدعم اللي تقدمها العائلة أو أفراد الأسرة شيء جدا مهم في استمرارية الممرض في مهنته، وأن يقدم الخدمات الصحية التمريضية واللي هي عبارة عن مهنة نبيلة. الكلمة الثانية أحب أوجهها لشبابنا وبناتنا أن الحقوا وانضموا لنا وكونوا جزء من الأسرة الكبيرة للتمريض الإماراتي، وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة بمناسبة يوم التمريض العالمي. زين، أنا باخذ الكلام بعد برجع لك لشغلة أنت ذكرتيها نسيت أسألك عنها، تفضلي. طبعا التمريض هو فخر للوطن، وأنا أوجه نصيحتي للي تخرج في الثانوية العامة واللي إن شاء الله بيتخرجون ينضمون للتمريض، وخاصة أتمنى من الذكور الانضمام للتمريض، لأن إحنا نسبة قليلة جدا عندنا. ما النسبة معدومة أعتقد. معدومة صحيح يا. ما في حتى واحد في. أنا أبغي أشوف ممرض إماراتي في الهيئة يا جماعة الخير. كل يوم بيجي يعني. كان عندنا ممرض واحد أول ما بدينا دراسة التمريض ما كمل 6 شهور بخلال الدراسة. بعد ما خلصنا 6 شهور ترك. وحيد اللي كان عندنا. زين. نصيحتي للشباب والبنات، يا بنات هاي بلادنا. وفي الآخر لازم إحنا نخدم بلادنا، نخدم أهلنا، ترى اللي بينا في المستشفى هي أمي، يدتي، أخوي، أختي، فلازم يكون حد منا وفينا يخدم البلاد. جميل جدا. ذكرتوا أن دعوة للانضمام. انزين، طيب وانت كذا مره تكلمتي نعيمه عن البرامج، انا ما اعرف شو البرامج، وين ممكن يتوجه الشخص اللي يرغب في دراسه التمريض، شو ممكن يسوي؟ في عندنا برامج خاصه مثلا من كليه او جامعه راس الخيمه، عندهم برامج تخصصيه وبرامج في التمريض العام. في عندنا جامعه الشارقه عندهم نفس الشيء، برنامج تمريض عام، وقاعدين الحين يشتغلون على البرامج التخصصية. في عندنا كليات فاطمة بأبو ظبي، وتعتبرها 3 جامعات هي أهم الجامعات المحلية اللي تقدم برامج تخص التمريض سواء العام أو التخصصي. أستاذ فؤاد، في شيء في دبي أو في خطط مستقبلية أنا في دبي ممكن يكون في حديث للتعاون مع بعض الجامعات والكليات؟ يعني حاليا في داخل الدولة هو للتعاون مع جامعة الشرق وجامعة رأس الخيمة الموردين في الأساس. في توجه أن يكون في تعاون أكثر مع جامعات أخرى لاستقطاب أكبر عدد من التمريض. طيب هذه الجامعات مفتوحة للذكور والإناث؟ هي مفتوحة للذكور والإناث من بعد الثانوية العامة. وكان في عندنا مجموعة اللي عندهم الدبلوم، فعندهم فرصة أنهم يكملوا على البكالوريا من خلال برنامج التجسير. جميل جدا. طيب مستمعينا، وصلنا إلى الختام. أنا في الختام ما أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذ فؤاد حسين شاب، مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي، رئيس ملتقى إدارات التمريض بهيئة الصحة بدبي. ونسيت أتكلم عن الملتقى، والله الوقت يعني ما أسعفنا، لكن إن شاء الله بنحاول خلال هذا الأسبوع نتكلم عنها إن شاء الله. نعيمة رجب، مشرف التمريض بمستشفى راشد، شكرا لك. نورة محمد، مشرف تمريض بمستشفى دبي. وايد شكرا انك انت حضرتي معنا اول مره، اعتقد تطلعي معنا في الاذاعه، وايضا اول مره معنا بعد خديجه السليمي، مشرف تمريض بمستشفى لطيفه. شاكرين لكم مجهوداتكم، ونتمنى لكم التوفيق، وكل عام وانتم بخير. شكرا. اذا مستمعينا، وصلنا الى ختام هذه الحلقه. في الختام لا املك الا ان اتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي، وايضا الشكر لكم مستمعينا على تواصلكم معنا، وايضا في الغد لنا حلقه جديده. حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف، ونقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.